تعقيمها، وضع الإرشادات اللي وضعتها الجامعة القاهرة دي وإعلان الطلاب بيها، وتنفيذ كل اللي ما جاء في مجلس الجامعة من قرارات فيما يخص العملية الاحترازية، تركيب البوابات الإلكترونية المعقمة، طبعا التنبيه على الطلاب ارتداء الكمامات، بتوفر الكلية كل هذه الإجراءات اللي هي مطلوب تنفيذها، طبعا توزيع كمان المدرجات وتوزيع أعداد الطلاب فرقة الرابعة على المدرجات المختلفة، تم فيها مراعاة طبعا فكرة التباعد وفقا للنسبة التي حددتها جامعة القاهرة. طبعا الامتحانات على فترة واحدة ويومين في الأسبوع، وروعي فيها اختيار الأيام التي لا يكون فيها امتحانات الثانوية العامة وفقا لقرارات الجامعة، وكل تم توزيع الأعداد مما يحقق النسبة المطلوبة من التباعد. كل قاعة بتحتوي على 30 طالب في تباعد مسافات كبيرة بينهم. كل الإجراءات اتخذت فيما يتعلق بتجهيز القاعات، استعداد المراقبين، يعني توفير كل ما توفير كل الأدوات الوقائية والأدوات الخاصة بالتعقيم وبالحماية. طبعا كمان في إجراءات فيما بعد يعني يوم الامتحان، تعقيم الأوراق السلام وتحقيق أمانة للأمن للطلاب، وحتى يجروا الامتحانات هم في يعني إطار من الحماية. أيضا خصصنا أماكن للعزل إذا ما لا قدر الله حدث أي ظرف طارئ، وهذه الأماكن بعيدة عن الكلية حتى لا يكون هناك أي يعني مواجهة أي أخطار أو أي ظروف استثنائية قد تحدث. طبعا وفرنا الكواشف الحرارية وكل هذه الإجراءات المتبعة للحماية، ونتمنى إن شاء الله للطلاب المزيد من النجاح والتوفيق بإذن الله. التصحيح الامتحانات روعي فيها ايضا انها تكون بنظام البابل شيت حتى لا يكون هناك فرصه يعني كبيره لمساله التلامس بالاوراق. واليوم امتحانات كليه الاعلام القاهره، طبعا احنا قبل هذا اليوم كان في فتره طويله من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه التي وضعتها جامعه